ضيق هذه الأزقة والحواري وعلى ركام الوجع اليومي يحيى الصفيح، خرجت صرختهم المكتومة ذات صيف من أواخر ستينات القرن الماضي، فملأت الدنيا وشغلت الناس، ناس الغيوان أو بيتلز العرب. سيذكر لهم التاريخ أنهم بتعبيراتهم الفنية أوغلوا كثيرا في هموم وطنهم ومجتمعهم، وحركوا السكين الحاد في الجروح الغائرة. مرحبا بكم إلى عالمهم. القصة بدأت من هنا، من الجغرافيا الضيقة لأحزمة البؤس في المغرب، ليتمدد صلاها بعد ذلك على طول الخريطة العربية. لم يكن غارسيا ماركيز يردد دائما بأن العالم ينطلق من قريتي؟ ومع نضج التجربة رغم خصوصيتها الثقافية والموسيقية، أصبحت المجموعة الناطقة الرسمي باسم شبيبة المرحلة في سبعينات القرن الماضي، والرافعة لهموم وخيبات جيل كامل عكست قلقه الفكري والوجداني، وتماهت مع الخطاب الاحتجاجي للبسطاء والمهمشين من الناس. ومع أن القراءة السائدة بأن الظاهرة الغيوانية تسييد لخط الالتزام السياسي في الفن، لأن عمر السيد أحد مؤسسي الفرقة لا يبدو متحمسا لهذا الحكم. اللي كان غريب في الغيوان كامل ما كانوش تابعين لشي منظمة سياسية أو شي هيئة أو شي حزب، يعني تقدر نقولوا الاحتجاج صوفي أكثر ما هو منه احتجاج سياسي. صحيح أن الناس الغيوان لم يكونوا مقطوعين عن التيار الغنائي العالمي في ذلك الوقت، وكثيرا ما شبهوا بالرولينج ستونز والبيتلز، ولكن فرادة تجربتهم تكمن في الإحالة على الأصول والتراث واستثمارهم للمرجعية الدينية والصوفية. هذه تجربة غريبة جدا التي انطلقت من لا شيء، وهي أيضا تندرج في سياق أو في إطار الفكرة اللي اشترت لها قبل، قلت لك كل إبداعاتنا هي ردود فعل، ضغط سياسي نفسي الاجتماعي الاقتصادي الديني، كل شيء ضدك. ففي لحظة غضب، في لحظة انفعال، كتفجر البركان ديالك وعطانا صغيوان الجلجيلة. ومع أنهم لا يطرحون أنفسهم كمجموعة لها رؤية سياسية واصطفاف سياسي، لأن بعض الأحداث الكبرى تخرجهم من شكوى الملحون الصوفي إلى عبارات الاحتجاج السياسي المباشر، كما ظهر ذلك في موقفهم الغنائي من مجزرة صبرا وشتيلة. لسنوات طوال يعني ارتبط الالتزام بفرق، مثلا بلبنان أو بالمرسي الخليفة، مثلا بالمغرب ناس الغيوان، يعني ظاهرة الغيوانية كانت عنوانا لالتزام مرحلة، لالتزام شعب، لالتزام فكر وفن، نبع من المجتمع المغربي ومن عمق المجتمع المغربي. يعني ناس الغيوان فرقة ظهرت من حي للعمال، حي للكادحين، حي للمهمشين والمنسيين، وغنت بصوت كل مغاربة. قد يكون الوهج تراجع والبريق خف، ولكن سيحسب للغيوان أنهم أنجزوا مشروعهم بالكامل. لحبيب الغريبي، الجزيرة، المغرب. غربي لجبال الشامخة تطواطى ليلة ويوم، ليلة ويوم نوصل في نص النهار، في نص النهار.